إيرلندا الشمالية من جديد إلى واجهة الخلاف بين إنجلترا وأوروبا. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حث رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فاندرلاين إلى النظر بجدية في مقترحات بلاده إلى إعادة النظر في الجزء المتعلق بإيرلندا الشمالية من اتفاق بريكزيت المبرم بين الطرفين. المتحدث باسم جونسون أكد أن الأخير أبلغ لاين عبر الهاتف بأن الطريقة التي يعمل بها البروتوكول الحالي غير مستدام ولا يمكن إيجاد حلول بظله بسبب عقم آلية عمله، ولهذا قدمت المقترحات لإجراء تغييرات كبيرة عليه. بريطانيا تعتقد أن هناك فرصة كبيرة بمقترحها لإيجاد حلول معقولة وعملية لتجاوز الصعوبات التي تواجه الأفراد والشركات هناك، وكذلك وضع العلاقة بين الطرفين على أرضية أفضل لكسر الجمود بينهما على حد وصف المتحدث. ستتطلب هذه المقترحات تغييرا كبيرا في بروتوكول أيرلندا الشمالية. نحن لا نخجل من ذلك، ونعتقد أن هذا التغيير ضروري للتعامل مع الوضع الذي نواجهه الآن، ونتطلع إلى فتح مناقشة بشأن هذه المقترحات على نحو عاجل. الاتحاد الأوروبي قبل إجراء الاتصال الأخير بين جونسون ولاين رفض على لسان رئيس مفوضيته مارس سيفيكوفيتش المقترح البريطاني، وقال إن التكتل مستعد لمواصلة البحث عن حلول مبتكرة في إطار البروتوكول المتفق عليه، لكنهم لن يوافقوا على إعادة التفاوض. الاتفاق المتنازع عليه كان الجزء الشاق من اتفاق بريكزيت، ودخل حيز التنفيذ مطلع العام الحالي، ويهدف إلى إبقاء المقاطعة البريطانية في السوق الأوروبية للسلع ومنع إجراء عملية مراقبة بينها وبين جارتها الجنوبية وتجنيب إعادة الحدود بينهما.